أهلا بكم إلى عين على أوروبا. حرائق ضخمة مستعرة نشبت بسرعة في سقف كنيسة فرنسية تاريخية عتيقة، فانهار السطح الخشبي وسقط البرج العملاق للكاتدرائية التي تعتبر من أبرز معالم قلب العاصمة الفرنسية. سكان باريس والسياح نظروا مصدومين بدهشة، غير مصدقين إلى ما يحدث لهذه الكنيسة الكاثوليكية، بينما كانت النيران تلتهمها لثمان ساعات مستمرة قبل أن تتمكن الإطفائية من إخماد الحرائق الناشبة. كاتدرائية نوتردام رمز للمسيحية وشاهدة على أحداث تاريخية فرنسية مفصلية عمرها ثمانية قرون، وهي على قائمة التراث العالمي مدرجة ويزورها ملايين السياح كل سنة. هيكلها الحجري الرئيسي نجا من تدمير النيران المحرقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بإعادة بناء الكنيسة، وأعلن رجال أعمال وشركات الاستعداد للتبرع بمئات ملايين اليوروهات والمساعدة. حادثة رهيبة أظهرت مدى تعلق الناس بهذه الكنيسة. هذه الليلة يصعب تصديق ما يحدث هنا. يتوافد المزيد من الناس إلى الكاتدرائية المحترقة، يبتغون منع الأسوأ، يغنون ويصلون معاً، باريسيون وسائحون من جميع أنحاء العالم. كانت النيران تستعر منذ ساعات ثلاث، كثيرون يأملون حدوث معجزة مثل جوسيان وإيلي، وهما مسيحيان من لبنان. المياه تحيط بالمكان من جميع الجهات، وفي الوسط حريق يعجزون عن إطفائه، وهذا في بلد كفرنسا يملك أحدث التقنيات. سنصلي، فحيث يعجز الإنسان لا يكون أمامنا سوى اللجوء إلى الرب. الكاتدرائية لا تنتمي إلى باريس أو فرنسا فحسب، بل إلى البشرية جمعاء. الناس الذين يجلسون إلى جوارنا مسلمون، وعندما غنينا بالعربية غنوا معنا. لم يعد بالإمكان إنقاذ سقف كاتدرائية نوتردام الذي يبلغ عمره 1000 عام تقريباً. نوتردام هي رمز باريس. أحب باريس وأحب الفن، ونوتردام رمز قوي جدا بالنسبة لي. قلق ورجاء أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق. لم يسبق أن تعرضت نوتردام لحريق بهذا الشكل. خشب البناء في العصور الوسطى يصل عمره إلى 1000 عام. نوتردام هي قلبي وروحي. أنا باريسية، ولدت هنا. إنها بالنسبة لي أهم مبنى هنا، وقد بكى الجميع في هذه الليلة. بجواري كان هناك مسلمون ويهود وسود. الحدث وحدنا جميعاً. البعض ظل هناك طوال الليل، وفي الصباح الباكر صدرت إشارة الأمان. الكاتدرائية لن تنهار، لكن الأضرار هائلة، وقد نقلت أهم الكنوز الفنية إلى مكان آمن. برونو شاغما الذي عمل في أبرشية باريس لفترة طويلة تنفس السعداء، وهو متأثر جدا بتوحد الناس من جميع الأديان في هذه الليلة. في الليلة الماضية استشهد الحاخام بالعهد القديم، وبالتحديد من كتاب أشعياء، حيث يقول: لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. وهذه هي نوتردام بالنسبة للمسيحيين، لكن أيضا لجميع المؤمنين الآخرين، سواء كانوا يهودا أو مسلمين أو غيرهم أو حتى غير المؤمنين. معجزة الكاتدرائية لا تزال قائمة. أؤمن بالقيامة، ونوتردام ستقوم مرة أخرى، لأن العديد من الناس يرغبون في المساعدة في إعادة بنائها. يمكننا إعادة بنائها، ربما بشكل مختلف عن ذي قبل، لكن يجب القيام بذلك. ستكون التكاليف هائلة، لكن لا يهم، يجب القيام بذلك. كاتدرائية نوتردام، باريس بأكملها، تشهد موجة من التضامن، والدعم من جميع أنحاء العالم مطلوب الآن.
مظاهرات من أجل إسبانيا ليبرالية عالمية متسامحة منفتحة. الحكومة الاشتراكية الحالية تدعم هذه القيم الإنسانية، لكن مصدر الخطر على هذه القيم في هذا البلد الكاثوليكي هو اليمين المتطرف، متمثلا بحزب فوكس الذي فاز مؤخرا ب 12% من أصوات الأندلس الانتخابية، حزب شعبوي يقوم بتلميع ديكتاتورية فرانكو الماضية. حقبة زمنية استمرت 40 سنة قتل خلالها عشرات الآلاف وتعرض فيها آلاف آخرون للسجن والتعذيب، ولا تزال آثارها المؤلمة على الإسبان حتى اليوم قائمة. مر فيلي مايا بتجربة كانت الأقسى في حياته. كان في سن 19 عندما زج به في هذا السجن في مدريد. اليوم لا يكاد أحد يذكر شيئاً عن أهوال تلك الفترة، فمن أجل إجباره على الاعتراف تظاهر رجال الشرطة في حكومة الفاشي فرانكو بأنهم سيعدمونه. عندما يصوبون المسدس نحوك ويضغطون على الزناد ولا تنطلق رصاصة، في هذا الجزء من الثانية قد يحدث أحد أمرين: إما أن تظل واقفاً في صمت وهذا ما فعلته، أو لا تستطيع تحمل الموقف وتنهار. الشاب الشيوعي لم يبح بأسماء رفاقه، لكنه تأثر بفترة سجنه في بداية السبعينيات، فالتحق بالعمل السياسي وأصبح عضواً في البرلمان الأوروبي عن اليسار. وحتى اليوم لا يزال فيلي مايا يكافح من أجل الحرية والديمقراطية، فهو يخشى من استمرار صعود اليمين الشعبوي الذي حصل في انتخابات الأندلس المحلية على نسبة 11%، والآن يجري التحضير للانتخابات العامة. أشعر اليوم بالأمان من جهة، لكني قلق جداً لأن قوى سياسية مثل فوكس تميل إلى حقبة شهدت حكماً ديكتاتورياً. أنصار حزب فوكس اليميني الشعبوي يسعون لانتزاع الحكومة من الاشتراكيين، وهم يشاركون بأعداد كبيرة في الإعداد لحملتهم الانتخابية. راياتهم تحمل شعارات مثل إسبانيا للإسبان، لا للإجهاض، لا لزواج المثليين، شعارات تمجد زمن الدكتاتورية. عهد فرانكو لم يكن سيئاً جداً، كانت فيه أيضاً جوانب جيدة. حسناً، كانت ديكتاتورية لكن غير مؤذية. أنا فخورة بالتاريخ الإسباني، وبفضل فرانكو تطورت إسبانيا وأصبحت على ما هي عليه اليوم. هذه لطمة بالنسبة لفيلي مايا وضحايا فرانكو الآخرين، وهم يتظاهرون منذ 9 سنوات كل يوم خميس في وسط مدريد. ينادون بالحقيقة والعدالة والتعويض، ويطالبون بإخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية ودفنهم بطريقة لائقة. وما يعد صدمة لهم جميعا هو حصول اليمين المتطرف على نسبة كبيرة من الأصوات. إنهم يريدون العودة للسيطرة. أين يوجد شيء كهذا؟ هذه فضيحة لإسبانيا. لهذا السبب نتظاهر ضد الفاشية، ليس من أجلنا فقد تقدمنا بالسن، لكن من أجل أطفالنا وأحفادنا. الحديث في إسبانيا حول هذه المسألة يتم إسكاته منذ عشرات السنين، كما يقول نيكولاس سانشيز البالغ من العمر 93 عاماً. هو شخصياً كان ضحية أعمال السخرة وهرب إلى المنفى، ثم عاد إلى إسبانيا بعد نهاية حكم فرانكو، وقد ألف كتاباً عن حياته، لكن حكايته لا يعلم بها سوى القلائل من الجيل الجديد كما يقول، لهذا يقع الكثيرون منهم اليوم في أيدي اليمين الشعبوي. لدينا مشكلة فيما يتعلق بالتعامل مع الماضي والكشف عنه بسبب الحكومات المحافظة المتعاقبة التي تحرص دائماً على عدم توعية الأطفال في المدارس بما حدث في الماضي، بل إنهم ينفون حقيقة أننا عشنا تحت حكم ديكتاتوري. إسبانيا مختلفة حول تاريخها، ورئيس حزب فوكس اليميني الشعبوي سانتياغو أباسكال يرفض بشكل قاطع فكرة التعويضات عن فترة حكم فرانكو بعد مرور قرابة 40 عاماً على نهايتها. ليس علينا الاعتذار عن تاريخنا، بل تذكر بريقه ومحاولة الاستفادة منه والافتخار به قدر المستطاع. فيلي مايا وحزبه اليساري يشعرون بالامتعاض لمثل هذه التصريحات، وهم لم يجدوا بعد إجابة على صعود اليمين، وهو يأمل بعدم حصولهم على نسبة عالية من الأصوات كما حدث في الأندلس، ما يمهد الطريق أمام حكومة محافظة أخرى.
قد تصبح هذه من أسوأ الليالي في حياتي. فبعد هذه السنين من الكفاح والعطاء من أجل المفقودين والمعذبين والفارين، تعود بنا عقارب الساعة إلى الوراء وكأننا نبدأ من الصفر. لذا يسعى فيلي مايا إلى تحفيز أبناء بلاده لمتابعة الكفاح من أجل إسبانيا حديثة تسودها العدالة وتكون منفتحة على العالم. حلم الشهرة والثروة يراود فتيات صغيرات كثيرات في بلدان عديدة، وذلك عبر برامج المنافسات الغنائية التلفزيونية، ومنهن هذه الفتاة الروسية البالغة من العمر 11 سنة، لكن وصول المشاركات إلى النهائيات أمر في غاية الصعوبة أمام ملايين المشاهدين والمشاهدات وأمام لجنة تحكيم شديدة الصرامة، أحكامها خصوصا على الأطفال قاسية. ورغم ذلك وفي سبيل الوصول إلى مسرح العاصمة الروسية، قررت هذه الفتاة الصغيرة خوض المغامرة. قاعة البروفات في بلدة تفير الريفية الروسية، 8 أسابيع ويتحقق الحلم الكبير، الغناء في نهائي مسابقة المواهب. تانيا غالكينا واحدة من مغنيات الروك الواعدات في روسيا، عمرها 11 سنة. زملائي في الفرقة أكبر سنا مني، ولو كانوا في عمري لما وصلنا إلى هذا المستوى. نحن نشكل فريق عمل. تانيا تحلم منذ عامين أن تصبح مغنية مشهورة، وسبق أن شاركت في مسابقة غولوس، أكبر المسابقات للمواهب في روسيا، لكنها رفضت في الجولة الأولى. منذ ذلك الحين وهي تتدرب في بلدتها الواقعة على نهر الفولغا بين موسكو وسانت بطرسبورغ. في درس الموسيقى تحصل تانيا من مدرستها ماشا فيودوروفا على آخر النصائح. تانيا تتميز بإرادة قوية، فمن يرغب في غناء الروك عليه التمتع بنبض داخلي قوي، وهذه الخاصية طبيعية لديها. قبل المنافسة ب4 أسابيع على تانيا أن تتوجه إلى موسكو، حيث تلتقي فرقة القناة الأولى للتلفزيون الروسي التي سترافقها في العرض، فرقة تتعامل عادة مع موسيقى الروك الصاخبة. فهل سيكون هذا جيداً؟ نعزف هذه الأغنية عادة بسرعة مضاعفة، لذا تعجبت عندما سمعت ذلك. حان يوم العرض، وحالة تانيا المعنوية جيدة لدرجة ستجعل عرضها يلقى استحسان لجنة التحكيم. استعدوا، علينا الانتهاء في 10:30 تقريبا. ملايين المشاهدين الروس ينتظرون بفارغ الصبر قرار لجنة التحكيم، والبلاد في حمى برامج اكتشاف المواهب. اللحظة الحاسمة، تانيا ستؤدي Smells Like Teen Spirit. لجنة التحكيم مؤلفة من 3 من مشاهير المغنين الروس، يديرون ظهورهم للمتسابقين ويقررون حسب السمع فقط. وإن لم يستدر أحد منهم قبل نهاية الأغنية، فيعني ذلك أن المتسابق قد فشل. Македа казался сильней, а в горле сопят комья воспоминаний. Моя народа, солнечный зайчик стеклянного глаза. О-о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 -
وهذا تحديداً ما حدث. لم يستدر أحد من لجنة التحكيم لتانيا، ونجمة تفير الصغيرة غادرت المكان محبطة. لا أدري ماذا أقول، ربما لا تناسب فكرة المسابقة، أو أن القناة لم ترتقي بعد إلى مستوى موسيقى تانيا. سيسمعون عني يوماً. نهاية غير سعيدة لتانيا. خلف الكواليس ينتظر مئات الأطفال، وهناك آلاف أمام الشاشة في المنازل. محاولات متكررة يقوم بها اللاجئون يعيشون عند ساحل فرنسا في ظروف قاسية من أجل العبور إلى بريطانيا من خلال قناة بحرية، مخاطرين بحياتهم عبر نفق تحت البحر أو في المياه الباردة بواسطة زوارق مطاطية. ومنهم شاب عراقي تمكن في النهاية عبر شاحنة من الوصول إلى الأراضي البريطانية. 25 من فبراير 2019، تخفى العراقي هامة في شاحنة كهذه. إنه يريد العبور بشكل غير قانوني من كالي إلى بريطانيا، وهو حبيس شاحنة تبريد مغلقة مع 4 لاجئين آخرين. رحلة تشكل خطراً على الحياة. بعد 9 ساعات تأكدوا من وصول الشاحنة إلى بريطانيا وتلاشى خوفهم. هنا فقط تجرأ هامة على تصوير نفسه بالهاتف. لا أستطيع وصف هذا الشعور، إنه أمر لا يصدق، إنه أكثر من مجرد حظ. عندما تتمنى شيئاً ويتحقق في نهاية الأمر، لا يمكنك وصف ذلك. أرسلت دائرة اللجوء العراقية إلى ليفربول، مأواه الجديد على الأراضي البريطانية، بعد 60 محاولة هروب وأكثر من 10,000 يورو دفعها للمهربين في الطريق إلى هنا. الغرفة في مساكن اللاجئين تبدو له شبيهة بقصر. مرحبا بكم في غرفتي. هنا أفضل بكثير من الخارج. المكان أكثر دفئا وأمانا. لا شرطة ولا إطلاق نار أو أي شيء من هذا القبيل. يقول هاما إن جهاز المخابرات الكردي في العراق أساء معاملته وهدد حياته. بريطانيا كانت أرض أحلامه. الحدائق الإنجليزية والمنازل الفخمة، وقبل كل شيء مجتمع ليبرالي منفتح. لكن حلمه اصطدم بالواقع. لا يجرؤ على النزول في الليل إلى الشوارع في الحي الذي يقيم فيه، لأن بعض البريطانيين ليسوا مضيافين ومنفتحين. عندما تمر بجانبهم تشعر عبر النظرات أنك مختلف وأنك لا تنتمي إلى المجتمع هنا. حذرني أحد الأصدقاء من الخروج إلى الشارع ليلاً. هناك العديد من السكارى الذين يبحثون عن المشاجرات. عليك أن تهتم بسلامتك. الحنين إلى الوطن يزعجه، خاصة في لحظات كهذه. علق أحدهم ورداً هنا لوالدته، وهذا أيقظ ذكريات عن وطنه وعائلته. غادرت بلادي دون إخبار أمي. أخبرها إخوتي بعد أن وصلت إلى اليونان. لم أتحدث معها حتى وصلت إلى إيطاليا. اتصلت بها من إيطاليا وبكت كثيراً. لا يعرف هاما متى سيرى والدته وإخوته مرة أخرى، إذ يجب عليه ألا يغادر الجزيرة على أي حال قبل أن تكتمل إجراءات لجوئه، وهو يبحث عن التواصل قدر استطاعته.
أنا لاجئ هنا، ما رأيك؟ إن كان جيداً للاقتصاد فلا مشكلة، لكن بعض الناس يهددوننا. كل شخص لديه رأي مختلف، لكن لا أرى مشكلة. أثناء رحلة الهروب ترجم هاما للاجئين الآخرين، وهو يريد أن يفعل شيئاً الآن أيضاً، لذلك ذهب إلى الصليب الأحمر ليقدم خدماته، وهو محظوظ إذ هناك في الواقع حاجة لمعرفته اللغوية. يقول هاما إنه يتحدث اللغة الكردية والفارسية والعربية. إنه أمر رائع بالنسبة لنا أن يكون لدينا مترجم فوري بهذه القدرات. إنها واحدة من العديد من الطرق للاندماج، ونحن نعلم أن اللاجئين يمكنهم تقديم مساهمات إيجابية كثيرة. قدم هاما طلب اللجوء بمجرد وصوله، وينتظر الآن موعد المقابلة. كان الوصول إلى بريطانيا، ربما كنت على حق وربما لا، لكني كافحت للمجيء إلى هنا، والآن سأكافح من أجل البقاء هنا. اكتملت خطوة البداية. يرغب هاما في دراسة التمريض لتثبيت أقدامه خطوة فخطوة في أمان وحرية. وإلى قصتنا الختامية، الحد من هدر الأطعمة بنسبة 50% بحلول عام 2030 هو أحد التزامات الاتحاد الأوروبي المأمولة، فالأغذية التي يكون مصيرها عادة براميل القمامة يجب أن تستفيد منها الشرائح البشرية الفقيرة. الجمهورية التشيكية أصدرت قانونا يعلن الحرب على هدر الأغذية، لكن النقاد يرون في هذا القانون مبالغة. الفقر موجود حتى في الأراضي الأوروبية. ختام عين على أوروبا، ولكم أطيب المنى.